يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب. مشاهدين الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نجاح مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم بدورتها الأولى، ها هي دورتها الثانية تنطلق بمتسابقات جدد، طموحهن الحصول على إحدى المراكز الأولى في هذه المسابقة وتمثيل بلدانهم وأهليهم خير تمثيل. مشاهدينا، أهلا بكم في رسالتنا اليومية. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله، اسمي زينب علي دانكناوا من دولة نيجيريا، جيت هنا لكي أشارك مسابقة الشيخ فاطمة الدولية للقرآن الكريم، وأنا سعيدة جدا في اهتمام أهل المسابقة. والله أشكركم لمن ساهم في هذه المسابقة في إنجاحها. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. لقد اختمت اختباري وهذا سهل، الأسئلة أيضا سهلة جدا، وهذا المكان أيضا جميل جدا، وأنا لا أعرف كيف تصف شعوري أن أكون هنا. يا حاملا لكتاب النور. بعد وصول المتسابقات المشاركات في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم، يخضعن إلى اختبارات أولية أمام لجنة التحكيم للتأكد من أهليتهم في الدخول في المسابقة الدولية. إلى محياك في أعراسها القشب، حناجر السحر الفضي نازحة، إلى محياك في أعراسها القشب، إلى محياك في أعراسها القشب. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. قام سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة رفقة أعضاء اللجنة المنظمة بالجائزة والحضور بجولة في المعرض المصاحب لفعاليات الدورة الثانية لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم، والذي يستعرض عبر مجموعة من الصور نشاطات وفعاليات الجائزة بوحداتها المختلفة على مدى أكثر من 20 عاما. لا شك أن الندوة كان لها الشرف أن سمو الشيخة فاطمة حضرت في أول المسابقة وتكريمها كشخصية العام القرآن الكريم العام الدولي. لا شك أن الندوة لها دور فيما يخص العمل الثقافي والاجتماعي، وخاصة طبعا كتاب الله، ولا شك أن نحن سعداء أن الأخوة في الجائزة دائما يختارون ندوة الثقافة والعلوم، وهذا
شرفنا جميعا أن نكون قريبين ومساهمين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم. شرفنا في سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي أن احنا نكون جزء من هذا الحدث اللي هو جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، واللي يحمل اسم قريب علينا جدا، وهو اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. نتشرف بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن سعيد ومتابعة من سعادة الدكتور محمد الزرعوني أن احنا نكون مشاركين فعالين في هذه أو في هذا الحدث، نكون أيضا نحن جزء من الرعاة الرسميين لهذا الحدث، وهذا حدث جدا مهم وقريب على قلوبنا. حناجر السحر. تحرص جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم متمثلة في لجنة العلاقات العامة على تخصيص رحلات ترفيهية وتثقيفية للمتسابقات المشاركات في المسابقة، لا سيما وأن إمارة دبي تضم العديد من الأماكن السياحية والثقافية، ووقع اختيار المنظمين في الجائزة على متحف الاتحاد الذي يتحدث عن تاريخ اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم صور المؤسسين والقادة الذين زرعوا بذرة الاتحاد، وأبدت المتسابقات إعجابهم بهذا المتحف وبتاريخ دولة الإمارات الحافل بالتحديات والإنجازات الكبيرة. فرحم الله القادة المؤسسين وأطال وبارك في عمر قيادتنا الرشيدة. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء. قمنا اليوم بزيارة متحف الاتحاد في إمارة دبي، تعرفنا على دولة الإمارات كيف نشأت وحكامها، كانت زيارة موفقة وممتعة. أشكر جميع القائمين على هذه الرحلة وهذه الزيارة. لقد جاءت هذه الدورة الثانية لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم لتؤكد على النجاح الذي تحقق بفضل الله في الدورة السابقة، ولا أدل على ذلك من أن الدول التي شاركت في هذه الدولة في هذه الدورة يزيد عددها عما تم في الدورة السابقة. ففي الدورة السابقة كان هناك 70 دولة مشاركة، وفي هذه الدورة 76 دولة، مما يؤكد الإقبال على هذه المسابقة وانتشارها في أرجاء العالم، ومشاركة دول لم تكن قد شاركت في الدورة السابقة. إن هذا النجاح يؤكد أيضا كذلك على مدى ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي خاصة من مكانة بين المسلمين في شتى أرجاء العالم من خلال ما تقدمه من عمل خير. وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في مسابقتها الدولية، سواء كانت الدولية العامة التي تقام في رمضان أو هذه الدولية التي تحمل اسما عزيزا وهو اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تؤكد على الريادة في العمل الخيري والعمل الإسلامي الذي زرع نواته مؤسس هذه الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر وأن يوفق الجميع لخدمة دينه وأمته. مشاهدين الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم. ندعوكم لحضور فعاليات المسابقة بفترتيها الصباحية والمسائية بندوة الثقافة والعلوم بدبي. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات اللجنة المنظمة بالجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرآنا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب، مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب، صوتا يعلق نور الله في الهدب، صوتا يعلق نور الله في الهدب، صوتا يعلق نور الله في الهدب.